العداء الاستراتيجي بين أمريكا والصين. مراكز دراسات بتقول إنه موقف الصين من أمريكا خلاص هو موقف العدو، إن أمريكا عدو استراتيجي بيشتغل ضد الصين، وبرضه رؤية الصين، رؤية أمريكا للصين إن الصين عدو استراتيجي لأمريكا. دلوقتي في عداء استراتيجي في العالم واضح جدا، أمريكا والصين وأمريكا وروسيا. طيب الصين إزاي تتصرف؟ في تقدير إن الصين تتجه لروسيا وحاليا بتصالح الهند، تاريخيا الهند والصين بينهم عدم مودة، إنما دلوقتي الصين بتحاول تعمل درجة من الود في العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية الصينية تجاه الهند. ربما يكون غرض ده، الهند طبعا وثيقة الصلة بأمريكا نكاية في الصين، والصين باستمرار معادية للهند أو مش معادية بس على مسافة من الهند. دلوقتي في كلام إن ممكن يكون محور ثلاثي أو علاقات ثلاثية قوية، روسيا والهند والصين في مواجهة أمريكا. الصينيين طبعا متضايقين جدا من الأمريكان في موضوع بحر الصين الجنوبي، اتكلمنا فيه كتير قبل كده، لأنه بحر الصين الجنوبي في رأي الصين إنه صيني، اسمه بحر الصين الجنوبي، وفي دول قريبة من هذا المكان، والصين كان ممكن توصل معهم لاتفاقيات خاصة بالنفط، خاصة بالموارد البحرية اللي موجودة في هذه الأماكن. لكن الأمريكان داخلين إنه مش بمزاج الصين، إنه غصب عن الصين لازم تراعي الوجود الأمريكي في هذا المكان، لأن لو الصين توسعت أكتر من كده هتبقى خطر استراتيجي وتكتل مجموعة دول ضد الأمريكان. فالأمريكان زي كده بالبري بيتغدوا بيهم قبل دول ما يتعشوا دول، فبيحاولوا الأمريكان يعملوا تحالفات قبل الصين ما هي اللي تعمل تحالفات في مواجهة أمريكا. آخر مشهد في هذا الصراع إن الصينيين في غضب شديد جدا، لأن الأمريكان حرضوا الفلبينيين. فلبين قريبة من الأمريكان سياسيا، يعني موالية لأمريكا من ناحية السياسة الخارجية أو في الفلك الأمريكي في مواجهة الصين. فالأمريكان قالوا للفلبين عشان ما نبانش احنا في الصورة، انتوا روحوا لهاي محكمة التحكيم الدولي واشتكوا الصين في بحر الصين الجنوبي. والمفاجأة ان المحكمة حكمت لصالح الفلبين ضد الصين، فالصين طلعت وقالت ده مرفوض. الأمريكان قالوا رفض الصين انتهاك للقانون الدولي، فالصينيين قالوا لا، تاريخ القانون الدولي كله ما فيش حاجة اسمها ترسيم حدود بين دولتين بيبقى عبر محكمة التحكيم في لاهاي. لم يحدث ان محكمة التحكيم في لاهاي بتت في ترسيم الحدود، ان ده بيكون بين الدولتين اللي بيرسموا الحدود مع بعض، وبالكتير دولة ثالثة، يعني لا يجوز اللجوء اصلا للتحكيم الدولي او محكمة التحكيم الدولي في لاهاي. الامريكان بيقول لا، ان لازم تلتزموا بالحكم، وهكذا في صراع بين الطرفين. الصين فيها استقرار سياسي عالي، فيها نمو اقتصادي رغم التباطؤ، فيها عندها تاريخ قوي جدا، بتحاول تصلح مع الهند، علاقة قوية مع روسيا، يعني العالم ماشي قد يكون في نهايته نلاقي ثلاثة في مواجهة أمريكا والناتو. العالم برضه ماشي لتقسيم صعب جدا جدا، والتضييق الأمريكي على الصين ممكن يدفع الصين إلى سياسة خارجية أكثر عنفا. مراكز البحث الروسية أخيرا بتقول إن الصين سياستها الخارجية ضعيفة، لأن المدرسة الدبلوماسية الصينية ضعيفة برأي مراكز الدراسات، وإن الصين لو طورت السياسة الخارجية بتاعتها في مواجهة أمريكا هتقدر تلحق ضرر بالاستراتيجية الأمريكية. في كل العالم، في كل الأحوال، مصلحة العالم السلام، ومصلحة العالم إن بحر الصين الجنوبي يستقر، ومصلحة العالم ما يكونش فيه أحلاف تصل بنا إلى حافة الهاوية أو إلى حافة حرب عالمية ثالثة لا قدر الله.